وسؤال سماحة الوالد تكرر كثيرا، وهو أن كثيرا من الناس ربما أفطر في رمضانات عديدة عدة أيام لا يعلم عددها، فتكرر سؤالهم في ذلك، ما حكم هذا العمل وكيف يقضونه؟ على من شك يتحرى، من شك بالأيام يتحرى ويعمل بالأحوال، يعني شكي ثلاثة وأربعة يعني أربعة، شكي أربعة أيام وخمسة يعني خمسة، يحتاط لدينه.